يا جماعة، أنا صحيت من النوم لقيت نفسي في كارثة. اتخضيت بجد، ببص على الأرض لقيت كارثة. لقيت دي، ده ما ينفعش. ما سكتش طبعا، ما سكتش. رحت عملت كده اغتصاب كلب مع أنثى. جرايه يا بت، جرايه يا بت، يا ناقص قرف على الصبح. الله يخرب بيوتكم، مش ناقصه تخلف يا جماعه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ طب بصي لبكره، بصي ربنا كرمك بعريس احول اتقدم لك، يجي يكتشف ان ماضيكي كله كان مع كلبه، يعني متحرشه بالكلاب، يعني احضان وبص ومليطه وزحلقه وزروطه على الارض وحاجه تقرف بصراحه. يعني هيسيبك، هيطفش، والله العظيم هيطفش. علاقه قذره جدا بامانه، يعني بعدين افرض ربنا يعني اراد وحصل فيه حمل في العلاقه القذره دي، هتجيبوا ايه بالمنظر ده؟ مناظركم اجيبوا لنا سلعوه. اقل واجب. ومجتمع مش ناقص حيوانات غريبه، مجتمع بقى كله حيوانات، مش ناقصين حيوانات. فنلم نفسنا بصراحه. انا طول عمري بسمع الاغتصاب ده يعني الراجل لست، لكن ست هي اللي تغتصب يعني، ويا ريتها بتغتصب راجل، دي بتغتصب كلبه. الست بتغتصب كلبه مرمغه ومليطه وقله ادب وتقفيش على الارض مع كلبه، حاجه قذره جدا. لم نفسنا يا جماعه، لم نفسنا في الايام الهباب اللي احنا فيها دي، جاتنا 60 نيله كلنا.